سلام. شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لفيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم، وألف تحية أهديها لكم. كم عدد الولايات التي تحد مدينة ولاية قسنطينة وما هي؟ عدد الولايات التي تحد ولاية قسنطينة وما هي؟ شكون يعرف الجواب؟ يلا اعطوا الميكرو للشابة هذه، اعطي لها الميكرو. واسمك بنتي؟ جباري مريم. جباري مريم، الله يبارك. شحال جبتي معدل؟ 12.49. الله يبارك. تحبي ماما اكثر ولا بابا اكثر؟ نحبهم للزوج. لا لا قولي تشوف. بابا اكثر. قالت لي نحب بابا اكثر. انا اللي تقولي نحب بابا اكثر انا نفشل. اليمات الطيب تغسل، هي اللي تسهر الليل كي تجيك الحمى، هي اللي تديك للطبيب، هي اللي تغطيك في الليل، باباك يكون يشخر ومن بعد تقولي نحب بابا. ولا واش الأمهات؟ لا لا ماشي صح، الأم هي اللي تسهر الليل. يا أخي كاش ما شفتو كاش نهار البابات يعيط ليماه يقولها يا يما والله غير وليدي راه عليه الحمى كيفاش ندير له؟ يا أخي اليمات هي اللي تعيط. لا لا ها البابات راه قد يشخر كيما قال. معليش تحياتنا لكل الأمهات والآباء، رانا نضحكوا برك بنتي. إذن بنتي ما هو عدد الولايات التي تحد ولاية قسنطينة؟ أربعة. ما هي؟ سكيكدا، قالما، أم بواقي وقالما. خصك وحدة. سكيكدا، أم بواقي وقالما، وميلا. وميلا، تعالي. تعالي تعالي تعالي. شكون اللي قالهم لك؟ بابا. والهدية درك ليك ولا البابا؟ بابا. البابا احنا ما نمدوش الهدايا الكبار، خلاص املا اقعدي هنا خلاص. لا لا نضحك برك بنتي نضحك. كم عدد الولايات التي تحد قسنطينة؟ أربعة. ما هي؟ أم بواقي وسكيكدا وقالما وميلا. برافو 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 برافو، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي العفو. ربي يعيشك بنتي، الله يخليك الله يخليك. تفضل تفضل تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم. واش رايك؟ شيخ يزيد بارك فيك. واش رايك يا بنتي؟
الحمد لله احنا كل احنا عندنا جمعيه وطنيه تكرم ضد العنف وضد كلش في الملاعب. اليوم اخترنا الشيخ يزيد وراك غني التعريف ان شاء الله باش نكرموك اليوم. ربي طول عمرك ربي يخليك ربي يخليك. شكرا 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 شكرا. زوج الله يخليك ربي طول عمرك ربي يخليك ربي يخليك. شكرا شكرا. إذن الرياضة صحة وتربية نو على فيولونس ولا. إذن أحبائي لا للعنف، نعم للاحترام، نعم للتعايش ولا للعنف. شكرا شكرا يعطيكم الصحة. شكرا شكرا شكرا. ربي يعيشك ونمشي في كل الملاعب ونمرك ان شاء الله ان شاء الله. ربي طول عمرك. شكرا بنتي شكرا. الله يبارك ربي يسون بنتي. سؤال سؤال يقول اعطيلي اعطيلي الاسم واللقب تاع كاع اللي راهم قاعدين هنا في الصف الاول. وانا معلش احبائي كاين يوم عالمي مهم جدا جدا جدا. هذا اليوم العالمي ما عندوش بزاف من اللي فات، راح نساعدكم شويه. هذا يوم عالمي دارته الامم المتحده احتفالا واصبح اسمه اليوم مازال ما طرح السؤال. يا احبائي سمعوا فهموا السؤال نصف الجواب. إذن انا نعطيكم اليوم العالمي، هو اليوم العالمي للغه العربيه. داكور تقولوا لي وقتاش واش من تاريخ اليوم العالمي للغه العربيه واش حصل في هذاك اليوم، علاش واش صرا باش ولات الامم المتحده دايره يوم عالمي للغه العربيه. احبائي ما لازمش تغلطوا، اليوم العالمي للغة العربية مش اليوم اللي صبحت فيه اللغة العربية عالمية، حاشا. اللغة العربية لغة القرآن من بكري عالمية، ولكن الأمم المتحدة داروا لها يوم عالمي، اليوم العالمي للغة العربية. تقولوا لي التاريخ السنة تقدروا ما تقولوا ليش، معلش نقولها أنا، ولكن واش صرا في هذاك اليوم المهم والأهم. أعطيني الميكرو يلا شكون يعرف. إذا نبدأ وقتاش يلا بنتي اعطي لها الميكرو. واسمك بنتي؟ حليلف اميره مش بالوحش. اميره مش بالوحش، خير الناس بنتي الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي؟ شحال في عمرك؟ 15. اليوم؟ ها سنه؟ شهر؟ 15 سنه. ها سنه الله يبارك. شحال جبتي معدل بنتي؟ 11. من المره الجايه تقولي لي 11. برافو بنتي، ولكن المره الجايه نحب اكثر. يلا وعطي والديك من جيبي اكثر ربي ان شاء الله. 13 ان شاء الله بنتي ان شاء الله ان شاء الله بنتي كل يوم. اذا وقتاش اليوم العالمي للغه العربيه؟ 21 ديسمبر. وقتاش؟ 21 ديسمبر. لا لا دقيقه دقيقه. 18 ديسمبر. شحال؟ 18. واسمك بنتي؟ دمان دبي علاء. اسمك طويل قول لنا واحد برك. علاء صح. واش راكي بنتي لاباس؟ الحمد لله. شحال في عمرك بنتي؟ 13 سنه. وجبتي مع قرعه تاع الماء وكما راح تسكني هنا؟ لا لا برافو مليح مليح بنتي تجيبي معك الماء مليح. جبتي معدل مليح؟ نعم. شحال؟ 14 قريب 55. نعم. اذا بنتي وقتاش اليوم العالمي للغه العربيه؟ 18 ديسمبر. 18 ديسمبر برافو برافو تصفيق عليها. واش صرا في هذاك اليوم؟ من اجل الامم المتحده ادخال اللغه العربيه من لغه رسميه من اللغات الرسميه الاخرى. مراكش بعيده على الجواب، ولكن ركزي برك دقيقه ركزي غير بالعقل واعطينا جمله مفيده. نعم ماماها خليها تهضر وحدها. ماماها ما كانش اللي ما طلعتوش ما قاليش ماما قالت لي يا ماما تسكتوا شويه خلوا ولادكم يهضروا. لا لا نضحكوا برك مدام. يلا قررت الأمم المتحدة ادخال اللغة العربية لغة رسمية من اللغات الأخرى. أوكي زيدينا سؤال،
أصبحت اللغة العربية اللغة رقم كم؟ كم اللغة الرسمية في الأمم المتحدة؟ الرابعة. اللغة تعالي بنتي راكي جاوبتي على السؤال. وين؟ تعالي أروحي. إذن اللغة العربية عندها يوم عالمي، هذا اليوم العالمي العالم كله يتوقف فيه احتفالا تعالي بنتي باللغة العربية اللي عندها يوم عالمي. تعالي بنتي ذكريهم باسمك بنتي. ألاء. ألاء تقراي مليح ألاء؟ نعم. يما كيف فرحانة بك؟ نعم بزاف بزاف. لا لا ما حبتش. حبت شفتي احنا الأولياء ما نجيو 17 يقول لك علاش ما جبت 19؟ تجيب 19 و20 بعيدة عليك 20. احنا الأولياء نحبوا ولادنا دائما في القمة دائما. يا أطفال ما تزعفوش كي الأولياء تاعكم يحبوكم تقراوا لأنهم يحبوا لكم النجاح وعلى بالهم باللي بالعلم ترقى الأمم يا أخي. إذن بنتي وقتاش اليوم العالمي للغة العربية؟ 18 ديسمبر سنة 1973. برافو. وصبحت اللغة العربية لغة رسمية رسمية في الأمم المتحدة سنة. أروح أروح طلبي طلب. أختي تشتيك هي يعني أنا جبت على جالتها تبوسك باك وخلاص. واو 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 وين راهي هذه؟ جيبيها 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 أخت الشاطرة تعالي يلا أخت الشاطرة جيبوها. وين راهي؟ روحي جيبيها. وين راهي أخت الشاطرة هذه؟ يلا مادام أختها شاطرة نروحوا حنا نبوسوها. يلا وين راهي؟ يلا تعالي 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 طلعوها نبوسها. الله يبارك الله يبارك ربي يسون ربي يسون احبائي. تعالي تعالي قالوا لك لغه رقم؟ قالوا والو لغه رقم اربعه لا شحال خمسه لا شحال اثنان لا خلاص انا نجاوب يلا معليش. اذا احبائي في سنه 1973 18 ديسمبر أصبحت اللغة العربية سادس لغة رسمية في الأمم المتحدة. يا أحبائي اللغة العربية لغتنا الحبيبة لغتنا العزيزة لغة القرآن أصبحت سادس لغة رسمية يعني يدولها في الخطابات وفي المراسلات. مهم جدا هو إنجاز كبير 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 كبير. يا أخي أعطيني الهدية تاعها. إذن بنتي رامي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي العفو شكرا. تفضلي تفضلي تفضلي. إذن اللغة العربية سادس لغة رسمية في الأمم المتحدة منذ 18 ديسمبر 1973. أحبائي تغنوا كامل معايا. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. أوكي تغنوا معايا. إذن قلمي يلا معايا. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن
العلم رهين بك قلمي، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن، وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. برافو 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 برافو. أحبائي، بالعلم ترقى الأمم، العلم نور والجهل ظلام. يا أحبائي، المثابرة في القسم مهمة جدا، لأن النجاح، طريق النجاح شاق وشائك وصعب، ولكن التلميذ الحادق هو الذي يعرف كيف يتعامل. عمو يزيد دار أغنية الجد، يقول فيها: راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين. برافو. أي صفحة؟ الجد. يا ابني شمر للجد، يا ابني شمر للجد. أي صفحة؟ صفحة 20، يجب المثابرة. الجد، يلا. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما.
يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى بين الغايات فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات من بين الغايات المثلى يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد برافو 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 شكرا شكرا احبائي شكرا فالدنيا ميدان الكد احبائي الانسان الناجح الانسان المثابر هو اللي يقدر ينجح ولكن يا احبائي كما قلت لكم ماشي شرط انك تقرا كل يوم يعني تراجع الدروس تاع كل يوم كل يوم لساعات وساعات وساعات كاين بالمرات بعض الاطفال يدير الدروس الخاصه يعني دروس التدعيم يديرهم كل يوم ويزيد ثلاثه العشيه ويدير نهار السبت ماشي شرط ماشي شرط ولكن راجع درسك بعد الفهم تصبح انجب من في القسم لازم الدرس تراجعه في نفس اليوم ما تخليش يتراكم عليك تقول خلاص راني استوعبت الدرس وتروح من بعد سمانه من بعد تبقى تفكر يا ربي وش هو الدرس هذا راح تنساه احبائي يجب المراجعه في نفس اليوم وش رايكم اعطيني الكتاب اعطيني الكتاب انا راح ندير لهم هديه دركا لاصدقائي الاطفال كاين واحد الاغنيه تحبوا ديروا الخير الا تحبوا ديروا الخير أما السائلة فلا تنهر صدق الله العظيم وأما اليتيمة فلا تقهر أحبائي شكون يقدر يقول لي أما السائلة فلا تنهر من أي سورة ورقم الآية باش نقول لكم علاش رايحين لأن الأغنية اللي حنغنوها عندها علاقة بفعل الخير أما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم من أي سورة ورقم الآية شكون اللي يعرفها أحبائي اسم السورة ورقم الآية يلا نشوفوا الشبهات واسمك هدنة هدنة الله يبارك الله يبارك شحال في عمرك 10 سنوات شحال جبتي معدل بنتي 9.27 جميل جدا إذن من أي سورة هذه الآية ورقم الآية أي سورة من سورة الضحى سورة الضحى برافو برافو رقم الآية عرفتها عرفتها سبعة يا أصلا تسعة أي عرفتها الشطرة هذه أروحي نبعدوها على يمها ونشوفوا إلى تشفى ولا لا أروحي واسمك بنتي للي مس الباتول الباتول اسمك شباب شحال في عمرك هكا واحسب وحدك هكا واحسب وحدك يا أخي هكا واحسب وحدي هي أنا أحسب وحدي هي احسبي معايا واحد جوج ثلاثة أربعة سي هكا ولا هكا هكا هيا برافو قولي لي بنتي رقم الآية شحال عصلة شكون اللي قالها لك أنا أرواحي كيفاش أنا ها؟ معليش وراي الشاطرة اللي قالت لي سورة الضحى تعالي اللي قالت لي سورة الضحى شكون تعالي خلوها تطلع اللي قالت لي سورة الضحى
روحي 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 تحسب وحدك روحي عقلي روحي هنا شفي عليها برك روحي بنتي منا انت يا تاع هكذا وحسب وحدك شفي عليها شفي عليها مليح نحسب وحدي هي نحسب وحدي نعم تحسبي معايا نعم اوكي عندها خوتها شويه كبار وحدها لانه الهديه اللي احنا عطوها لها شويه كبيره على السن تاعها معليش يلا ما يتبالي جاب لي ربي مشي اربعه ايه الله يبارك وانت يا بنتي شاطره نعم مامك تحبك بزاف نعم وانت تحبي ماما ولا بابا في زوج في زوج وانت يا تحبي ماما ولا بابا ماما وبابا تحبيه ولا شويه بابا كبيره ماما تحبيها اكثر كبيره في زوج استني استني شكون اللي تحبي ماما ولا بابا ماما علاش تحبي ماما اكثر هكا علاش هكا حسب وحدك هكا واش بيك بنتي قولي كبرتي خلاص الله يبارك كبرتي سي نعم انت كبيره ولا صغيره كبيره كبيره الله يبارك اعطي الهدايا تاعهم اعطي الهدايا تاعهم اذا بنتي تفضلي شمس مهبول راعي برنامج مع مويا زيد اعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفادي بها شكرا العفو اعطي الهديه تاع الشطره هذه الكبيره هذه اذا ثقيله عليك اذا بنتي رامي راعي برنامج مع مويا زيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفادي بها لا شكرا اوه برافو يلا عند ماما هيا برافو 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 يلا برافو احبائي قبيله كنا نتكلموا على الانتماء نتكلموا على حب البلده حب الوطن عمو يزيد لكم اغنيه بلدتي في هذه الاغنيه نقول فيها بلدتي احن لك بلدتي اشتاق لك ان بعدت اعود لك بلدتي يا بلدتي يلا احبائي كل واحد فينا عنده حنين للبلده يلا معنا بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان يا هنايا يا أمان في حما بلدتي عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي يا محلى أوقاتي فيها طفولتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي أمي تنادي لدخولي لا يا أمي لا تقولي أمي تنادي لدخولي لا يا أمي لا تقولي إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك
بلدتي يا بلدتي. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، فيك بستان ونخل وعصافير ونحل، ووديان عتسيل ما أبهاها غابتي، وهضاب وجبال وشعب وتلال، وهضاب وجبال وشعب وتلال، وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. برافو 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 أحبائي، بلدتي أحن لك. على بالكم مقبلة كي طرحت لكم السؤال، من أي سورة أي الآية اللي ذكرناها ورقم الآية، كان لغاية باش نغنوا أغنية، أغنية الخير. قلنا أحبائي أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هي من سورة الضحى. أما اليتيم فلا تقهر آية 9، وأما السائل فلا تنهر هي الآية رقم 10. عمو يزيد لكم أغنية الخير. هذه الأغنية نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. أحبائي ليس لك ما تتصدق، وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس. يلا معايا كامل. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق، وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق، وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا شكرا أحبائي. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يا أحبائي، مش شرط أن المساعدة تكون مادية، أنها تكون مالية،
المساعدة ممكن أنها تكون معنوية، تساعد جارك زيارة مريض، ترفد القضيان مع جارك مع واحد شيخ كبير، تساعد واحد قطع الطريق. تعرفوا الأغنية تاع ساعدني؟ تغنوها معايا. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. يلا تغنوا كامل معايا، ساعدني محتاج لك. يلا تغنوا كامل. لا ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري، كل يا معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري، كل يا معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. أحبائي، شكون اللي جا اليوم مع جدته؟ شكون جا اليوم مع جدته هنا في ديدو؟ الجدة موجودة، ربي يحفظها إن شاء الله. الجدة الجدة عنصر من المجتمع، عنصر مهم جدا جدا جدا، هي اللي تدللنا، هي اللي تهلا فينا، هي اللي نهربوا لعندها كي نهربوا من العقاب تاع الأولياء. يا أخي أحبائي، إذن واش رايكم دركا نغنوا أغنية الفصول الأربعة؟ الفصول الأربعة جميلة منوعة، هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة. يلا تغنوا معايا جميلة منوعة. يلا معايا الفصول الأربعة. هي الفصول الأربع جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربع جميلة منوعة،
مواسم موسعة. فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصعة، رياحه قوية رعوده مروعة. أما الربيع الأخضر فساتين ممتعة، يراقص نسيمه ورد الحقول الشاسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. لون الخريف شاحد أوراقه مقطعة، تناثرت بهبات تحت الأشجار النابعة. والصيف بالحرارة شمس السماء ساطعة، فصل نحب بحره له نعد الأمتعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. الله هو الخالق والكون ليس مضيعا، هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة. الله هو الخالق والكون ليس مضيعا، هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. شكرا شكرا. الله هو الخالق للكون ليس مضيعا، هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة. كل فصل وعنده الحكمة تاعه. عمو يزيد اشتقت لك بزاف، نحبك كتر منهم كامل. شكرا يا عمو يزيد، أعزمني عرضك وأغنياتك. شكرا عمو يزيد على الحفله اللي درتها لنا، وان شاء الله تعاودها لنا مره ثانيه. في التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.